اللغة بيني وبينه. طبعا انت عارف ان انا ليا الشرف ان انا مولود في نفس يوم وليد صلاح الدين. والله والله السبت جاي عيد ميلادنا احنا الاثنين، بس وليد بيعمله 3 مرات في السنة. وليد فنان اصلا. كابتن وليد تحياتي، تحيات كابتن حمادة وكابتن أسامة وكابتن بلال. تحياتي ليك يا كابتن سيد، وتحياتي لكابتننا الكبير الكابتن حمادة صدقي. حبيبي. ومين اقدم بقى، بلال ولا أسامة؟ لا بلال بلال طبعا. كابتن احمد بلال، تحياتي للكابتن اسامه. ازيك يا كابتن؟ ربنا يخليك كابتن. اولا بحييكم على الاداء وشكل الفرقه هايل جدا، مش مباراه النهارده بس، في مباراه الاهلي كمان، وفي ثبات بشكل هايل جدا في كمان الناحيه التنظيميه. في بعض الاوقات يمكن الحته البدنيه بتاثر شويه فبيبقى في مساحات، لكن يبقى في مشكله من وجهه نظر الشخصيه، ما اعرفش حضرتك هتاكدها ولا تنفيها، ان في وقت من الاوقات انت بتبقى محتاج تقتل المباراه يا كابتن وليد، فبيبقى الفارق مثلا ممكن يبقى يوصل لهدفين، فبيحصل تضييع فرصه ولا حاجه، فبتلاقي نفسك في اخر 10 دقائق او ربع ساعه او ثلث ساعه بتستقبل هدف، فبتصعب الامور. بدل ما كنت هتكسب فرق هدفين ممكن كمان تخسر زي ما حصل في مباراه الجونه او وادي دجله. يعني تاكيدا لكلامي حضرتك قول او انفي يا كابتن وليد. لا مليون في الميه كلامك صح، لان خلينا نقول ان اغلب الفرق يا كابتن سيد في الدوري المصري اغلبها قريب جدا من المستوى من بعض. ثلاث ارباع فرق الدوري قريبه في المستوى من بعض، فزي ما انت بتقول الفرصه بتفرق. الفرصه يعني بعد الهدف الاول طبعا. فرصه خالد قمر اللي بدماغه اللي في الستة ياردة، بعديها فرصه بناهيني. انا شايف ان التعادل عادل. نادي الاتحاد خد الشوط الاول كله وكان يقدر يكسب 2-3، وبتروجيت خد الشوط الثاني كله وكان يقدر يكسب بعد التعادل، كان يقدر يكسب. فبالتالي انا شايف انه تعادل عادل. احنا خدنا الشوط الاول، بتروجيت خد الشوط الثاني، ومباراه يعني كنت اتمناها تكون احلى من كده، لكن زي ما انت بتقول الفرصه بتفرق. طيب اللي جاي ان شاء الله الرحمن يبقى مع الاتحاد كويس، وخصوصا ان انتوا كمان على راس الجهاز الفني سواء انت او كابتن حلمي طولان. انا واثق من ده، وجمهور الاتحاد او نادي الاتحاد له مكانه عندنا كاهلاويه بشكل كبير جدا الحقيقه. طيب عندكم اللي جاي حاجه في الدوري قبل البطوله العربيه ولا مواجهه عربيه على طول يا كابتن؟ لا، نادي الزمالك ان شاء الله يوم السبت الجاي ان شاء الله زي النهارده. عندكم في اسكندريه؟ في برج العرب. يعني كنا نتمنى ان هو يكون في ملعب اسكندريه، لكن الامن قال المباراه تبقى في برج العرب والمباراه الثانيه في بيتروسبورت في القاهره. فيعني هنلعب في برج العرب، وان كان هو يعتبر ملعب محايد يعني. طبعا انت ملعبك الاول هو الملعب اسكندريه، استاد اسكندريه. طبعا بنضطر طبعا ننقل الاقامه وننقل التدريبات، والجمهور طبعا برضه مسافه. كنا نتمنى انه يكون في استاد اسكندريه، بتبقى الاجواء بالنسبه لنا اسهل يعني. طيب هل سيسي ودونجا وخالد قمر، داوود اسف، وخالد قمر هيلعبوا ولا في كلام لسه؟ لا، ما يعني بص ما فيش قرار حاسم، لكن خلينا نتفق ان احنا يعني خالد قمر ان شاء الله ان شاء الله الاقرب ان هم يلعبوا. واتفقنا قبل كده ان البطوله العربيه بطوله وديه، وهم الولاد في عقدهم ان هم ما يلعبوش محليا ولا دوليا. فبالتالي يعني حتى لو ده مش معترف بيه في الاتحاد الدولي، حتى لو ده كلوائح، لكن في الاخر هو كلمه بين رئيس نادي الاتحاد ورئيس نادي الزمالك. اكيد نادي الاتحاد بيحترم كلمته وبيحترم تعاقداته، لكن في العقد مكتوب ان هم ما يلعبوش مباراه محليه او دوليه، والبطوله العربيه بطوله وديه، فيحق الاثنين اللعيبه ان هم يلعبوا ان شاء الله. بالتوفيق يا كابتن وليد، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا وليد. بقول لك على حاجه بس، اتفضل. الاتحاد الانجليزي عامل موضوع الاعاره